نور على نور. نور على نور، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور طارق البرهومي. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله مولانا العظيم. مستمعي إذاعة الحياة FM، مرحبا بكم في برنامجكم نور على نور. هذا البرنامج هو برنامج علمي بالأساس، ثقافي هدفه إيماني في الأخير. نستضيف لكم في كل حلقة من حلقات البرنامج عالما أو باحثا، مؤلفا لكتاب أو ناشر لمقال علمي يبسط فيه لنا في كل حلقة المعلومة العلمية، فتكتسب أيها المستمع الوفي ثقافة علمية نافعة لك في حياتك الاجتماعية الصحية النفسية، وخاصة منها الإيمانية، فتساعدك أنت المؤمن على فهم كلام الله واستيعابه، فيترسخ إيمانك القلبي الروحي بإيمان عقلي. وأنت كذلك أيها المستمع الحيران الباحث عن الحقيقة، تساعدك هذه المعلومات العلمية على الإجابة عن أسئلتك المحيرة، فتريح قلبك ونفسك وعقلك وتهديك إلى نور الله. مستمعي إذاعة الحياة FM، نستضيف لكم في هذه الحلقات الأولى من برنامجكم نور على نور الدكتور محمد فوز الدريسي، لنحاوره في كتابه الذي صدر أخيرا عن دار الليدرز، الشمس عملاق أحمر، التوافق بين العلم والكتب المقدسة. كتاب يجمع فيه المؤلف كل المعطيات والنظريات العلمية الحديثة حول بداية الكون ونهايته، وكذلك حول بداية ونهاية المجموعة الشمسية، وخاصة نجم الشمس وكوكب الأرض. ويقدم لنا فيه وحسب معطيات علم الفيزياء الكوني الحديث قراءته للكتب المقدسة بعهديها القديم والجديد، وخاصة القرآن الكريم. دكتور محمد فوز الدريسي، مرحبا بك على موجات إذاعة الحياة FM، مرحبا بك في مدينة القيروان. مرحبا بك دكتور طارق، أنا سعيد بالبرنامج بتاعكم هذايا، إن شاء الله ربي يوفقنا باش نبسطوا للمستمعين ونوصلوا إن شاء الله المعلومة اللي تفيد كما قلت أنت، واللي تعطي الراحة والاطمئنان للناس في عقيدتهم إن شاء الله. شكرا لك سي فوزي. نشكرك برشا اللي تعمل سي ديبلاسمون كل مرة من تونس باش تجينا حتى القروين. هذا يدل على شيء، فهو يدل على إيمانك بشيء قادكم فيه. بارك الله فيك وجعله الله في ميزان حسناتك. شكرا. ونحن في الحلقات اللي فارتة حكينا على ما هو علمي، حكينا على الخلق، وأكدنا نوعا ما أن الخلق له بداية، وكما كل شيء له بداية أكدنا كذلك أن هذا الخلق نهاية، وهذا بعد قراءتك لكل ما موجود في العلوم والعلوم الحديثة أثبتنا لنا هذا، وحكينا فيه عن أتناب الحلقات الفارطة.
كما أن لكل شيء نهاية، ففي هذه النهاية حتى في العلوم هناك كثير من النظريات حول نهاية هذا الكون وكيف سينتهي هذا الكون. ثم كذلك تحدثنا عن الأرض، تحدثنا عن السيستم سولير، المجموعة الشمسية نتاعنا كيفاش باش توفى، كيفاش باش تنتهي، كيفاش تخلقت، كيفاش باش تنتهي. هذا كله كسبنا كسب به المستمع هذه الكثير من المعلومات. لو نذكرهم هكا رابيدمون بكلك بعض معلومات دي بوان كلي، دي ميساج كلي اللي عطيناهم في الحلقات اللي فاتت، باش نجموا يتبعوا في هذه الحلقات حتى ما سمعناش قبل، ينجم فيسا فيسا ياخو التراوم مارش كما نقولوا. طيب، هو قلنا ان اولا البشريه منذ القدم كانت تسائل على ماهيه هذا الكون، عن نشأة هذا الكون، عن عمر هذا الكون، منين جاء هذا الكون، يا ترى خلق من عدم او الكون خلق من ما قبله. ثم الناس يتساءلوا على مصير هذا الكون وبالتالي مصير هذه الحياه. وبينا ان العلماء من قديم الزمان كانوا منقسمين، ثم قسم يقولوا الكون مخلوق، ثم قسم يقولوا الكون والمادة أزليان دائما كان موجودان وسيظلان إلى أبد الأبدين. وبينا أن العلم الحديث أثبت بعد نظرية النسبية العامة لأينشتاين 1916 وملاحظات إدوين هابل الفلكي الأمريكي برصده للمجرات، بين أن المجرات في الوقت الحالي هي تتباعد عن بعضها، إذن الكون يتوسع. وجورج لماتر هذا رجل الدين الفيزيائي المعروف توال بلجيكي بين على بالاعتماد على نظرية هابل أن لو عدنا إلى الماضي السحيق القديم أن الكون كان تركيزا عظيما للطاقة، لم تكن هنالك مادة، ثم تكون الخلق على أثر الانفجار العظيم البيج بانج. والعلم أثبت أن منذ أواخر التسعينات متاعنا أثبتوا أن توسع الكون زادت سرعته، سرعة توسع الكون زادت، وأثبتوا أن وراء توسع الكون أو زيادة سرعة توسع الكون طاقة، ثم طاقة غير مرئية هي الطاقة السوداء اللي لا يمكن رؤيتها، وثم المادة السوداء لإنرجي نوار اللي كيف لا يشهدها العلماء لكن يروا تأثيرها على الكون وعلى المجرات وعلى الكواكب والنجوم. ويقولوا أن المادة السوداء لإنرجي نوار هي ستانسيمون، هي تزيد في قوة الجرافيتي كيف نقولوا احنا الجاذبية، هي مع قوة الجاذبية متاع الكواكب والمجرات المادة السوداء هي تضيف للجاذبية هذه قوة. ثم أن الطاقة السوداء هي بالعكس هي طاقة دافعة، هي تدفع الكون إلى زيادة توسع هذا الكون. ثم يقول العلماء أن التوسع هذا مش يكون إلى أبد الأبدين، لأن الكون متكون من النجوم والكواكب، والنجوم هي اللي تعطي الطاقة متاع الكون، والطاقة هذه سائرة إلى نضوب، لأن النجوم هي خزانات للهيدروجين للغاز، وتم الاحتراق فيها ب فيزيون ثيرمونيكليير عن تفاعل الاندماج النووي. وان الشمس تاعنا مثلا تستهلك 500 طن في الثانيه من غاز الهيدروجين، يعني باش يصير يجي وقت اللي باش تنضب هالطاقه هذه، واللي الكون العلماء يقولوا باش ينتهي في ثلاث سيناريوهات نظريه، اللي التوا ما ثم حتى سيناريو تقريبا رسخ وخذا يعني حقية كبيرة. السيناريو الأول هو يقوله الكون باش يواصل التمدد متاعه إلى أن يتمزق في الأخير، تنقص ياسر تتناقص قوة الجذب، قوة الجاذبية، فقوة الدفع باش تدفعه إلى التمزق التمزق العظيم البيجريب. والبيجريب هذا يقوله حتى الذرة باش تتمزق إلى أجزاء وينتهي الكون على صورة يعني أجزاء متناثرة في الفضاء الكوني، ما يبقى شيء. السيناريو الثاني هو التجمد العظيم، يعني يقولوا يتوسع يتوسع يتوسع، الطاقة آخذة في النقص والنضوب، في وقت من الأوقات النجوم تموت، ثم ما عادش تتكون نجوم جديدة، والكون باش يتجمد باش يقف في الحالة هذيك ويصير متجمد، يعني ما عادش فيه طاقة، يسمى البيج فريز، التجمد العظيم، لا جلاسياسيون. ثم السيناريو الثالث يقولوا عندما هو تقريبا ربطوا السيناريو الثالث هذايا
بمصير الطاقة السوداء لإنرجي سومبر. يقولوا إما الطاقة السوداء هذه باش تنضب وفاك الحالة هذيك بالطبيعة يولي الكون مش عاود يتكدس لأن قوة الدفع باش تنقص، أو الطاقة السوداء هذه الإنرجي سومبر باش تقلب مفعولها باش ينعكس مفعولها وتولي جاذبة، وفي الحالتين هذوما باش الكون يعاود يتكدس على نفسه، سماوها نظرية البيك كرانش، واللي عاود يتكدس على نفسه حتى إلى حد معين. يقولوا علماء فيزياء الكم لفيزيك كونتيك أن الجزيئات، جزيئات المادة الكوارك اللي بوزون دو إكس وهكذا، الجزيئات هذه تحمل قوة الضغط عندما يتكدس الكون إلى حد معين، ثم في إذا كان جوز حد معين الجزيئات هذه باش تسبب انفجار ثاني لأنها تضغط تضغط تضغط، ثم يجي وقت اللي باش يعني يصير انفجار ثاني يسميه لو غران روبون والبيج بونز بالإنجليزية. على أثر الانفجار هذايا أصحاب النظرية المادية في الحقيقة هم يقولوا باش يتعاود يتكون كون جديد بانفجار كبير جديد، يعني بيج بونج جديد وهكذا، يعني تكون كون جديد. ما فيش توافق حول نظريتين هذوما، النظرية الأولى يسموها الأمور ترميك التجمد العظيم، والنظرية الثانية البيج كرانش هذية فيه اختلاف لم يحسم وباش يقعد مازال قائم، لأن الحسب هنا صعب، يعني يزم معطيات علمية كبيرة ويزم بحث كبير، وصعيب باش العلم في السنوات القادمة يعطي تقريبا سيناريو أو يفرض علينا سيناريو من السيناريوهات هذه. إذن هذا تقريبا مجمل تطور الكون. الكون مخلوق تخلق مع الانفجار العظيم، هو في توسع اليوم، سرعة التوسع زادت، في وقت من الأوقات الكون باش ينتهي، إما على حالته بنضوب الطاقة وإلا بإعادة التكدس. وإعادة التكدس ناس يقولوا أن خاصة كما قلنا اللي ماتيرياليست الماديين هذوما الفكر جماعة الفكر المادي يقولوا باش يعاود يتخلق منه كون ثاني، لكن لاحظوا أن الدكتور زغلول النجار يتبنى النظرية هذه ويقول الكون سيفنى ثم يعاود يتكون خلق ثاني بانفجار ثاني. حسب فهمت انا بعد نقراو الكتاب نتاع سي محمد توزي الدريسي باش نفهم برشا حاجات خاصة في هذا في هذه النقطة. إن شاء الله. إن شاء الله نفهم برشا حاجات نجم نخرج بها من كتابنا القرآن. كما شفتوا انه سي فوزي الدريسي بهذه المقطرة العلمية بهذا التكون العلمي انطلق إلى البحث حول الكتب المقدسة، وفي أول مرة كتب كتاب لنا سنة 2010 حول نهاية الكون بين العلم والقرآن الكريم، وكان هذا كتابه الأول. وبعد 10 سنوات عاد سي فوزي الدريسي وكتب لنا كتابا جديدا وهو كتاب حلقاتنا اللي قاعدين نقوم بهم. في هذا الكتاب شمس حملاق أحمر لم يكتفي فقط بكتاب القرآن بل انطلق وبحث في الكتب المقدسة الأخرى. العلوم زادت بين سنة 2010 إلى 2021 وقت إصدار الكتاب، زاد بعض المعلومات حول في الكتاب برابور الكتاب الأول، وقام بحوار ونقاش ورحلة جميلة كملها وبداها في كتاب القرآن ثم كملها مع كتاب القرآن وكل الكتب المقدسة الإنجيل والتوراة. شنو هي الرحلة يا ديسي؟ والله في الحقيقة هو ثم دافع خلف دافع الغرام، لأنه علم الفلك والكونيات هو غرام قديم جدا. ثم دافع في الحقيقة مهم، اللي نعرف أن رب يقول في القرآن لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ولغة في اللغة العربية ثم هي ثم البعدية، ثم التراخي في الزمن كما يقول الشيخ طاهر بن عاشور رحمة الله عليه، ثم تعني ثم بعد. بيان القرآن ربي تكفل بتبيانه للناس فيما بعد قال. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن بأكمله في بعض أعطى بعض الأشياء زاد البسيطة ولم يفسر، وهذا ربما رحمة بنا، لأن لو كان فسر القرآن باش تولي أشياء محسوم فيها في جيب جامدة، أولا الناس كان باش يفسرها بحقيقتها مش باش يفهموها في الوقت،
وكان بيش يفسر بصفة سطحية. اليوم الناس لا يتجرؤوا على إعادة تفسير أو الخوض في المواضيع هذه لأن الرسول فسرها. إذن خلى ربي الموضوع هذه مفتوحة للبشرية باش تجدد. يقول في حديث للرسول يقول يبعث الله على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يجدد لها دينها. يعني الدين لازم يتجدد والبشرية تتطور والعلوم تتطور. ورب يقول سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ويقول خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. إذن هنا المفهوم أن القرآن بيش يتبين وبيش يتفسر في أزمنة سابقة بعد الزمن الأول. وهذا مفهوم لأن يعني كيف نطلع على القرآن رأوا أن فيه أشياء صعب باش البشر يفهمها غادي، والمطلع على العلوم الحديثة يرى أن من المستحيل باش الناس في الأزمنة هذيك بعد قبل 14 قرن باش يخوضوا في مواضيع دقيقة جدا كيف مواضيع خلق الكون أو نهاية الكون. مع أن ثم مفسرين قدم كما ابن عباس وكل ساعات يقولوا أشياء يعني دقيقة جدا وأشياء مدهشة فعلا. الموضوع الثاني أو الدافع الثاني هو ربي يقول في القرآن وذكرناهم في الحلقة السابقة أن ما فرطنا في الكتاب من شيء وأن كل شيء فصلناه تفصيلا وأن أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذن ربي ضمن هذا الكتاب ما يكفينا باش احنا نوصل للحقيقة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا الكتاب يحتوي على كل ما نحتاجه للوصول إلى الحقيقة. يبقى الدور على الإنسان كيفاش يبحث في الكتاب هذايا بنى منهجية وبنى زاد علمي يدخل القرآن هذايا باش يشوف التفسير. صح. النقطة الثانية والدفعة الثانية لأن الكتاب هذايا يختلف شوية على الكتاب الأول لأنه تناول القرآن والكتب القديمة. علاش تناولنا الكتب القديمة وقت اللي احنا يعني عدنا كما نسيجي تابوه يعني لبيب المحرفة و... مشعور سيفوزي هل الكتب القديمة والكتب المقدسة. نسمع سنيفر في شهادة له عند قراءته لكتابك كيف تحدث عن هذا التطور والحركية في كتاب القرآن وأنه يتطور تفسيره وتأويله من زمن إلى زمن. كيفاش مطلوب من العلماء أن يزوموا بقوة بمثل هذه الأشياء. نسمع سنيفر ثم نعود لك. الكتاب متاع الدكتور الدريسي تحدث على جانب العلمي والإعجاز العلمي ومعناها الفضاء الممتد حولنا هو في حالة ساعة هو معقد جدا ويحتاج إلى كثير من العلم حتى نستطيع أن نتوصل إلى تلمس جوانب منه. ثانيا هو في حالة تشكل مستمر مش في حالة استقرار ونهاية. هو في حالة حركية حسب العلم الحديث والاكتشافات الحديثة وحسب التصور القرآني. التصور القرآني تكلمش على الكون على أنه حاجة هكا في جي معناها ثابتة. لا هو في حالة من الحركة. مثلا يتحدث على الكواكب الشمس عندها سير متاعها والقمر عنده سير متاعه وكلهم في فلك يسبحون فما حركة كاملة. فالمعجم القرآني قدم لنا صورة للكون. أولا صورة يقول قايد إذا كان باش ناخذوها نص هبط عنده توا 14 قرن نزل منذ 14 قرن وهو يتحدث بهذا المعنى. كيف فهمه البشر في ذلك الوقت؟ البشر عندهم سقف كانوا يخضروا من خلاله عندهم سقف للعالم ربما يصوروا العالم حاجة واقفة والشمس تطلع من هون وتهبط من في الغروب وكذا يتصوروا عالم ثابت مش متحرك حسب المعرفة في ذاك الزمن حسب الأفق متاع المعرفة بالضبط. فلذلك أهم شيء الكتاب متاع دكتور الدريسي أنه لفت النظر إلى هذه النقطة التي أكدت عليها في المقدمة والمتعلقة بما سميته
القاموس القرآني أو المصطلح القرآني. القرآن الكريم فيه مجموعة مفاهيم، فيه مفاهيم تعود باستمرار. مثلا كلمة الله، الله تعالى تعود أكثر كلمة تتكرر في القرآن. مقابلها نجد مثلا كلمة الإنسان اللي هي ما تتكررش برشا، يعني مقارنة بما ورد في القرآن من عدد الكلمات ما فماش برشا حديث، معناها 2844 مرة تكررت كلمة الله الاسم الجلالة، بينما الإنسان لم يتكرر أكثر من 600 أظن، حاجة هكا معناها أقل من هكا بكثير. ثم تكررت معه صفات مختلفة. المفسرون القدامى توقفوا عند الكلمات، هذه قداش تكرر مرة، هذه قداش تكرر مرة، ما تحدثوش على المعجم في 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 مجمله، الكون والشمس والسماوات والملائكة والبشر والخيل والقمر آخره. يعني هذه المعطيات كيف وضعت في المشهد القرآني في تكامله من جهة وفي حركيته من جهة أخرى. إذن هذه النقطة الأولى التي يؤكد عليها الكتاب، أن الصورة القرآنية للعالم للكون هي صورة متكاملة، صورة متفاعلة، وصورة متحركة. نعم. وهذا شيء جديد جدا. نعم. وهذا يفيدنا باش نفهموا أن العلوم اليوم الخاصة بالكون، وهذا اللي أكد عليه الكتاب، أن العلوم اليوم تتحدث بالضبط على هالمعنى، هذا معنى الحركة، التحول والتكامل. نعم. فبينما مثلا ناخذ بعض المفسرين اللي اهتموا في القديم يعني في القديم مثلا في القرن العشرين. نعم. في القرن العشرين أن مفسر كبير معروف يفسر القرآن الكريم اسمه الجواهري، يتحدث على الآيات الكونية وش تم في القرآن مثلا فيما يخص الجنين، كيفاش الجنين في بطن أمه يكون محاط بأغشية ثلاثة إلى آخره، ويقول هاو في الإشارة القرآنية موجودة تتحدث على المعنى هذا، وإلا يتحدث على كيفاش الشمس قاعدة تتحرك وتعمل وتعطي الحياة إلى آخره، ويتحدث على برشا معاني، ولكن مش تحدث عليها بالمعنى اللي يتحدث عليها الكتاب بتاع الدكتور إدريسي. الدكتور إدريسي ما يحطهاش المظاهر الكونية اللي موجودة في القرآن اللي متعلقة بالسماوات وبالأرض وبالمياه وبالحيوانات وبالإنسان وبالإنسان نفسه وطبيعة الإنسان نفسه وما يخفيه الإنسان من معاني ومن أسرار إلى آخره، الجوانب النفسية وإلى هالجوانب، هذه ما يتحدث عليها بمعنى أنه إحنا عندنا موجودة عندنا في القرآن، لا، هو يتحدث عليها بمعنى آخر. أنه هالكون هذا في حركته وفي تطوره وفي سيره المستمر، هو نفسه يدفع الإنسان باش يدرك كيف أن حياته هو الإنسانية المعرفية الخاصة به والخاصة بما حوله ومن حوله، هذه الحياة هي نفسها ينبغي أن تكون مواكبة لهذه الحركية الكبرى. جميل. إذن هناك عالم كبير متحرك، وينبغي للمفسر، هذا هو مجال التأويل، ينبغي للمفسر أو التأويل اللي أشرته أنا في الكتاب اللي عملته، التأويل معناه كيف نرد عنا فهم يمشي مع الآن، يمشي مع اللحظة العصر الحضارية، مع اللحظة. أي نعم. مع هذا مع البحث الحلم الحالي. نعم. هذا جانب مهم جدا فيما يتعلق بكتاب الدكتور إدريسي. نعم. وأنا بهذه المناسبة ألح على القارئ الذي يحسن العربية الفرنسية أن يقرأ الكتاب، لأنه في غاية الأهمية من حيث ربطه بين هذه الحركية الكونية
وهذه الحركية القرآنية وهذا المعجم القرآني المتحرك والمتكامل والمتفاعل. احنا وقت اللي احنا نجيو نحرقوا مثلا غابة نحرقوها غابة وناخذوا ناخذوا بعض اجزاء منها باش نستعملوه في 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 الاثاث بتاع الديار وغيره، احنا قاعدين نحركوا بصفة سلبية ربما في 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 هذا البناء المتكامل والمتفاعل والمتحول. معناها يولي الإنسان علاقته بنفسه وعلاقته بالمحيط البشري والمحيط البيئي هي علاقة تفاعلية تكاملية، ما يوليش يعمل في حاجة وهو يظن أنه ألقى بها في البحر شنو عندنا معمل نخرجه في الحشاك في الفضلات متاعه ونرميه فيها في البحر ونرميه فيها في النهر، ما يترتب حد شيء. فما نظرة توحيدية، وموني نرجعوا لفكرة النظرة التوحيدية. نظرة توحيدية لا تتوقف عند حد الإيمان بأن الله الخالق الرازق هو واحد، بل أيضا إلى أن الإنسان في فعله يوحد في طريقة تنفلية إما إيجابية أو غير ذلك. فالنظرة التوحيدية هي نظرة أشمل من الجانب الديني فقط، الجانب العقدي فقط، هي جانب عقدي وجانب سلوكي وجانب، وهذا هو جانب الإيماني. هذاك عش قلت لك الجانب الإيماني هي نظرة الإنسان لذاته ولمن حوله وما حوله. جميل. بهذا المعنى، بهذا المعنى يصبح الكتاب يعني عملية اكتشاف. أنا إذا جاز لي أن ألخص كتاب الدكتور الدريسي في صيغته الحالية، هو كتاب اكتشاف، اكتشاف مضاعف بل مثلث. مثلث يعني إيه؟ كتاب للكون وكتاب لحضارتنا، هل هي في الطريق الصحيح، ولإيماننا هل هو في الطريق التوحيدي المطلوب. حي. من جميل كتاب كلام سي نايفر. نعم. نعم. كلام نعم. جميل، وخاصة هذا التشبيه بين الحركية الكونية والحركية القرآنية والحركية تاع المعاجم، أنه كله متطور وكله في حركة. وذلك علاش مطلوب منا أنتم ونحن العلماء في هذا الزمن أن نعيد قراءة هذه القرآن وكذلك الكتب المقدسة بقراءة معاصرة. نعم، لأن في الحقيقة هو في اللي نقول فيه احنا تو في صلب الموضوع، هو بشي حاول يوصلنا إلى الحقيقة، حقيقة الكون، حقيقة وجودنا، حقيقة إيماننا، حقيقة عقيدتنا، وهذاك بشي أدينا في مرحلة ثانية إلى اعتناق أو التماهي مع ما نزل في القرآن، مع ما يطلب منا القرآن في تسيير حياتنا، في سلوكنا. هك علاش هي في الحقيقة هي حلقة تدور مع بعضها متحركة مع بعضها. هذا باش يأثر على هذا. ذاك على زيدك مشيت الكتب المقدسة. نعم. هنا مشيت الكتب المقدسة لأن بالرجوع إلى القرآن، القرآن يطلب منا الإيمان بالكتب المقدسة. نقطة مهمة جدا، يقول في أول سورة البقرة: الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هو إيمان، لا بد أن نؤمن بالكتب المقدسة. ثانيا في آخر سورة البقرة، في آخر سورة البقرة يقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. إذن هو الإيمان بالكتب المقدسة داخل في عقيدتنا. إذن كيفاش باش نؤمن بالكتب المقدسة؟ أنا نسأل سؤال: هل نؤمن بالكتب المقدسة إيمان تسليم، إيمان العجائز؟ قالوا نؤمن به، أمننا به، الله يبارك. لكن في عصرنا اليوم وعصر العلوم، وربي يعطينا عقل وفكر باش نفكروا باش نتدبروا، ربما المدخل للإيمان بالكتب المقدسة هو إيمان بحثي، إيمان عن اقتناع. وهذاك علاش أنا مشيت في الكتاب هذايا إلى دراسة الكتب المقدسة لسبب ولغرض معين، هو أن نبين للناس أن هذه الكتب المقدسة هو أصلها مقدس وأصلها من عند الله سبحانه وتعالى. ونحن لم نتطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى تدخل يد البشر في هذه النصوص المقدسة بعد نزولها. حاولنا نبحث على أدلة دقيقة تقول أن لا
يمكن لإنسان قبل 16 قرن و 17 قرن و 18 قرن أن يأتي بأشياء مماثلة لهذه الإشارات العلمية. ربما في الكتب المقدسة يمكن فما إمكانية أنهم حرفوا بعض الأشياء وهو مؤكد، أنا فما في تحريف هذه الكتب المقدسة الإنجيل والتوراة، لكن من الصعب جدا يكونوا نجموا وصلوا باش يحرفوا كل ما هو علمي في ذلك الكتاب، خاطر ليس لهم لا المقدرة ولا الفهم أن ينجموا يغيروا بعض من الصور ولا مع الآيات الكونية في هذه الكتب. وذلك علاش بالرجوع إليها نتصور أن مش نقاو، وذاك علاش تلقيت فيها بعض الحقائق الجميلة اللي مش نعاودوا نرجعوا. لكن على هذا السؤال، هناك الكثير من الناس الذين يقول الكتب المقدسة أو القرآن بصفة أشمل نحن المؤمنين، خليه كتاب راي، إذا كتاب تاع قرآن، كتاب تاع دين، كتاب تاع تشريع، كتاب تاع حياة، والعلم مش بك تسقطوا عليه في العلم. يعني شفت سنايفر قال لك نحن مش قاعدين نسقطوا عليه في العلم، وهذا الجميل ما قمتم به في كتابك، ليس إسقاط العلم على القرآن، بل هي قراءة لكلام الله بطريقة أخرى. ما رأيك في الحديث على هذا الموضوع؟ ولكن قبل أن أعطيك الفرصة للإجابة، نستمع لستيبي أستاذ ستيبي القيروان قرأ كتابك وتحدث نوعا ما على هذه الإشكالية قراءة العلماء والكتب المقدسة، ثم أعود إليه. هذا الكاتب في التشريع لبحثه إلى أن عديد العلماء لا يرون مانعا في أن نصالح بين العلم والدين، فليس هناك تضارب بينهما وليس هناك اختلاف، ولذلك فهو يحتج برأي موريس بلوكاي حينما يقول إن ما يبدو تضاربا لا يضعف إيمان المؤمنين، بل بالعكس يزيد إيمانهم قوة. ويستند إلى هوبر ريفيز هذا العالم أيضا الفيزيائي الفلكي، وإلى العديد من العلماء ليؤكد بأن العلم والدين لا يتعارضان ولا يتناقضان، وإن كان يميل البعض منهم إلى الفصل بين هذا وذاك، فللعلم منهجه وموضوعه وأساليب تحليله ونتائجه، وينغلق عن ذاته لأنه ليس في حاجة إلى غيره. أما الدين فهو يصدر القيم وهو يصدر الأحكام، وهذا لا يفعله العلم. من المبررات الأخرى التي قدمها باحثنا هو خصوصية المعجم القرآني. في الحقيقة المعجم القرآني مثل موضوعا أو جدليا كبيرا منذ أن نزل القرآن وإلى اليوم، فما أن جاء القرآن حتى شغل الناس أخذ منهم مأخذا كبيرا وشغلهم. ولئن قرئ المعجم القرآني في المرحلة الأولى من الحضارة الإسلامية قراءة قائمة على الدفاع عن عربية القرآن وعن إعجاز لغته، فإن هذا المعجم قد قرئ اليوم في القراءات الاستشراقية وفي بعض القراءات الأخرى بشكل مختلف. فهذا يرى إن هذه القراءات أجمعت على ملحوظة مهمة، هي ملحوظة إشكالية، أن هذا المعجم هو معجم فيه الكثير من الغموض وعدم الوضوح، وإن حاول التراث وعلماء القرآن وعلماء الدين أن يبحروا فيه بناء على نظرية الاتفاق اللغوي التي دافع عنها كثيرا الطبري وغيره، وبناء على عربية القرآن التي دافع عليها الفقهاء والشافعي أساسا، يعني هو أول من أسس علم أصول الفقه بناء على ما قلت عربية القرآن. أيوة. إذن لأن درس هذا المعجم وما فيه من غموض وما فيه من أعجمي دخيل غريب غامض غير مفهوم، درس بطريقة قائمة أساسا على إثبات إعجاز هذا النص، فإن المعاصرين درسوه بطرائق أخرى، ذاك يبحث في الجانب السرياني والجانب الدخيلي في النص، وذاك يبحث فيما غمض فيه من كلام، وهذا صاحبنا الدكتور السيد محمد فوزي إدريسي أيضا
اكتشف هذا الغموض في هذا النص القرآني واستند إلى رؤية قوامها أن ابن رشد حظ على أن نقرأ القرآن قراءة مجازية لا أن نقف على دلالته اللغوية، وبين أن ما جاء في القرآن على عربيته فيه الكثير مما هو فيه معجم كثير شديد الغموض. هذا المعجم هو يحتاج إلى إعادة نظر وإلى إعادة قراءة، ولم يقف الأمر عند هذا بل تجاوزه إلى غير ذلك. من ذلك أن القراءة التقليدية التي لم تحد كما يجب بالمعجم بهذا النمط من المعجم القرآني، إن تلك القراءة التراثية القديمة أثرت تأثيرا سلبيا في قراءة المترجمين، لذلك أخطأ أيضا المترجمون في قراءة هذا المعجم. وضرب مثلا على ذلك مثال الكواكب، ورأى كيف أن المترجمين اليوم يترجمون على أنها نجوم، ولكن الحقيقة ليست نجوم، هي دي بلانيت. إذن في رأيه وأن الشمس هو نجم ليس بكوكب، في رأيه لابد من إعادة النظر في هذا المعجم ومن إعادة قراءته في ضوء ما آل إليه الأمر من نتائج علمية صحيحة ثابتة. إن الثورة العلمية وإن النتائج العلمية في علوم الفلك والكونيات والفيزياء انتهت إلى نتائج مهمة بالإمكان أن نستفيد منها في قراءة هذه النصوص المقدسة وفي تيسير ما غمض في هذا المعجم وتوضيحه وتبيينه. أيضا احتج كذلك صاحبنا دكتورنا سي محمد فوزي الدريسي بالعلاقة المبتورة القديمة بين علماء الدين والمفكرين والعلماء والفلاسفة، واكتفى بالإشارة إلى أن الكنيسة قديما كانت تشن الحرب على العلماء وتقتلهم، وفرضت على المؤمنين إيمانا خاصا من العجائب، جعلتهم مسجونين ضمن فضاء القراءة التراثية التقليدية الدينية لعلماء الدين. كذلك أثار مسألة العلاقة بين العلم والدين من زاوية المنهج، إشكالية المنهج في المصالحة بين العلم والدين، واحتج ببعض من يرفض أن نجمع أو أن نصالح في مستوى المنهج والقراءة بين الدين والعلم، واحتج مثلا عبد الحق جويدر في الصفحة 28، واحتج أيضا بأوريل دافيد في الصفحة 23، إذ كلاهما يؤكد أن العلم مختلف تماما عن الدين مهما كانت المواضيع أو الإشكاليات التي يمكن أن نقارن تدفعنا لكي نقارن بينهما. لا مجال لأن نسقط المنهج العلمي في قراءة النصوص الدينية، ولا مجال أيضا أن نسقط النصوص الدينية والمقدسة على العلم، ولكنه يدحض تماما هذه الرؤية ويؤكد بأنه بالإمكان أن نعيد قراءة النصوص المقدسة اعتمادا على النتائج العلمية، ويحتج على سبيل المثال بحجتين. أما الحجة الأولى فهي دينية، فهو على سبيل المثال يحتج بالآية القرآنية، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وهو يحتج أيضا بالآية القرآنية التالية، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، ويرى أن الدين قد عظم العلماء وجعل مرتبتها جعلهم في المرتبة الثالثة بعد الله وبعد الملائكة. هذه حجته الأولى. أما حجته الثانية فهي علمية، ومدارها هو إقرار فكرة خلق الكون وإمكان اندثاره، الأمر الذي يؤكده النصوص المقدسة. فالحقيقة العلمية من الحكمة أن نقارن بينها وبين الحقيقة الدينية. في الدين نتحدث عن خلق للكون وعن نهاية له، وفي العلم
نتحدث أيضا عن خلق للكون وعن نهاية له، فلما لا نصالح بين المجالين وبين الحقلين. استمعنا إلى كلام سي حبيب التيبي وكيف هو تحدث على المعجم، أعاد الحديث على المعجم، وكذلك تحدث على الكتب المقدسة وكيفاش يلزمنا نعود قراءة هذا الكتاب حسب العلوم الحديثة. قلت رجعنا للكتب المقدسة، ما هل هذه الكتب المقدسة يجب قراءتها ولا نخليها كما يقولوا برشا أنا لكتاب تعدين تاع صلاه وكل خليه رايف وخليه العلم رايف في بلاصتو؟ هو القرآن ذم هذا السلوك. تبارك الله. ربي سبحانه وتعالى ما بعثش القرآن باش يقعد في الرفوف ولا باش نقراوه على الأموات. ربي قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني الذي لا يتدبر القرآن ويترك القرآن جانب أو يقراه للقراءة فقط ولا يتفكر ولا يتدبر ولا يعمل العقل في محتويات آياته وفي كنوزه المخبأة، ربي ذمهم قال أم على قلوب أقفالها. ثم يقول في القرآن ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لأولي الألباب أي لأولي العقول الذين يعملون العقل والفكر. لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. صدق. كيف يمكن للإنسان ولأولي العقول والألباب هذم أن يتفكروا في خلق السماوات والأرض بدون معطيات علمية؟ وأنت لما تنظر إلى السماء في ليلة مضاءة وفيها ملايين ومليارات النجوم لا يتجاوز الأمر الإعجاب بعدد هذه النقاط، لكن شنو هي؟ ماذا تخفي هذه النقاط المضيئة من أسرار؟ هذا لا يمكن التفكر فيه إلا والولوج داخله إلا بالعلم وبالعلوم الحديثة. إذن القرآن جاء لنتفكر فيه ولندرسه ولنستخرج ما فيه. وتنبين كما قلنا في مرات سابقة أن القرآن عندما يعبر على الإشارات العلمية هذه يعبر عليها غالبا إما بإيجاز ملفت، آية فيها كلمتين وهي تحمل أسرار كبيرة وترمز إلى حقائق كبيرة، أو بتعبير مجازي لازمك تحاول تفهمه من سياقه وتخرج منه الحقيقة المخبأة داخل هذا التعبير المجازي. شكرا لك سي. شكرا سي فوزي، شوقنا باش نسمع توا قراءتك بين العلم والكتب المقدسة، ولكن هذا مش خليه في الحلقة القادمة، نوقف اليوم في حلقتنا. فهمنا علاش يزمنا نقرأ الكتاب القرآن معنا بعد علمي، وأنا كتاب القرآن يزمنا نقرأه بهذا الشكل كانش يولي حاجة جامدة ستاتيك، والقرآن هو حركي في وشبه القرآن حركي. وكذلك فهمنا علاش لازمنا نرجع كذلك للكتب المقدسة الإنجيل والتوراة، لازم نقاو فيهم بعض المعلومات اللي تعاوننا كذلك ربما في فهمنا لكوننا ولحياتنا. مستمعي إذاعة الحياة أفهم، هكذا أشرفت حلقتنا على الانتهاء. كان معكم في الإخراج التقني أحمد مخلوفي، والإخراج الرقمي محمد سيف الدين بولعراس، وعلى المصدحي دكتور طارق البرهومي. فإلى لقاء قريب في الحلقة القادمة، دمتم على نور الله. نور على نور. نور على نور، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور طارق البرهومي. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها
إنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.